موقفك للمفارز الطبية اللي شاركت بالزيارة؟ نعم سيدي. وين منتشرة ومواقعها وعددها وشنو الخدمات اللي قدمتوها؟ نعم سيدي. سيدي توجيهات معالي انه جيش ليس للقتال فقط وانما حتى الخرط مع الشعب في كل مناسباته. احنا صار اكثر من شهر استعداداتنا كل جدا واضحه في سبيل فتح مفارز طبيه وانتخاب اماكن مناسبه لخدمه الزائرين. كل مفرزه بها طبيب؟ كل مفرزه بها طبيب. نعم سيدي. ومرضين جامعيين ومرضين. السلام عليكم فريق انوار، اريد تنطيني فد ايجاز عن مشاركتكم، ايش قدمتوا لقياده بغداد بالزياره؟ Thank you.